شيخ بالنسبة إذا حضر الواحد إلى المسجد، هل الأفضل في الروضة يكون على يسار الأفضل على اليسار، أو لو حضر في آخر الصف؟ ما فهمت. أقول لو حضر الصلاة، هل الأفضل أنه يجي في آخر الصف من اليمين أو في الروضة من اليسار؟ أولا كلمة الروضة هذه ما لها أصل، ما لها أصل، يعني قول عوام إن الروضة ما كان خلف الإمام أو عن يمينه أو شماله قريبا منه، هذه لا أصل لها، هي الصف الأول. سؤال الأخ يقول هل الأفضل الأيمن مطلقا أي من الصف، أو نقول إذا بعد فاليسار أفضل منه إذا كان أقرب؟ الجواب اليسار أفضل إذا كان أقرب إلى الإمام. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أتم الأيمن فالأيمن، كما قال أتم الأول فالأول. ولذلك نقول في الأول والثاني، الأول أفضل من الثاني وإن كان الثاني خلف الإمام والأول في أطراف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نكمل الأول فالأول، أما اليمين فلم يقل أتم الأيمن فالأيمن. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال إيش؟ أتم الأيمن فالأيمن. وعلى هذا فنقول إذا تقارب اليمين والشمال فاليمين أفضل، إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل، أما مع البعد فاليسار أفضل، وذلك لدنوه من الإمام، والدنو من الإمام معتبر شرعا. ويدل لهذا أيضا أن المسلمين كانوا في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا، ويكون أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا إلى أن يتقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة. فدل هذا على أنه إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل، وإلا فاليسار أفضل. لو كان اليمين أفضل مطلقا لكان الثلاثة كيف يكون وقوفهم؟ يكون الاثنان عن يمين الإمام. وهذه مسألة يعني تخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام. في بعض المساجد تجد الصف الأيمن يكاد يتم والأيسر ما فيه إلا واحد أو اثنين، هذا غلط. هذا إذا قلنا بأن قوله وسط الإمام ضعيف، أما إذا قلنا بأنه حسن فهو فيصل لا يتنازع فيه اثنان. فهمت الآن ولا لا؟ صار الأيمن أفضل إذا تساوى الأيمن واليسار أو تقاربا كفرق رجل أو رجلان، أما إذا كان الفرق بينا فاليسار أفضل.